السلام عليكم مشاهدين الكرام. أرسل الله تعالى إلى البشر منذ أن خلقهم العديد من الرسل والأنبياء عليهم السلام، وقد ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم 25 نبيا، كما ذكرت السنة النبوية المطهرة بعضهم، وقد بقي بعضهم مجهولا لم يذكر. وهناك بعض الشخصيات التي اختلف أهل العلم في كونها من الأنبياء أم لا، ومن هذه الشخصيات التي اختلف على ذكرها العلماء والمؤرخون العزير الذي تم ذكره في التوراة وفي القرآن الكريم. وقد اختلف أهل العلم في كونه حبرا من أحبار بني إسرائيل أم كونه نبيا من الأنبياء الكرام. فمن هو عزير؟ وما هي قصته الحقيقية؟ ولماذا قالت اليهود عنه أنه ابن الله؟ وأين دفن عليه السلام؟ لتعرفوا الإجابة على كل هذه الأسئلة تابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما له والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. تابعوا معنا. هو عزير ابن شريه ابن خليقة، ويعود نسبه إلى لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. أصره ملك بابل بختنصر في صغره، ولما بلغ من العمر 40 عاما آتاه الله من الحكمة والرجاحة في العقل، وكان أكثر أهل زمانه علما بالتوراة ومعرفة بها، وأكثرهم علما بدقائقها. وكان عزير عليه السلام رجلا صالحا من بني إسرائيل، ذكرت قصته في كتاب الله عز وجل، ولم يثبت أنه نبي، ولكن أعده الكثير من أهل العلم على أنه نبي من أنبياء الله، كما قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. وقد قيل في قصته أنه عندما مرت الأيام على بني إسرائيل في فلسطين وانحرفوا كثيرا عن منهج الله عز وجل، أراد الله أن يجدد لهم دينهم بعد أن فقدوا التوراة وفقدوا كثيرا من آياتها. فمر عزير وهو على حماره على هذه القرية، وهي في بيت المقدس على المشهور، بعد أن خربها بختنصر، فهي خاوية ليس فيها أحد، وقد أتت عليه الظهيرة وأصابه التعب، فنزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وأخرى فيها عنب، فأخرج قصعة معه فاعتصر من العنب الذي كان معه بداخلها، ثم أخرج خبزا يابسا فألقاه في العصير ليبتل فيأكله، ثم استلقى على ظهره وأسند رجليه إلى الحائط، فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي خاوية على عروشها، وقد باد أهلها ورأى عظاما بالية، فقال متعجبا في نفسه: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ أو كلتها. وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العودة لما كانت عليه. لم يشك عزير عليه السلام في قدرة الله على إحياء الموتى، ولكنه قالها تعجبا، فأماته الله 100 عام. ولما انقضت هذه المدة وكانت فيها أحداثا كثيرة مرت ببني إسرائيل، بعثه الله عز وجل إليهم فخلق قلبه وعينيه لينظر بهما فيعقل كيف يحيي الله عز وجل الموتى، ثم ركب خلقته وهو ينظر، ثم كسى عظامه باللحم والشعر والجلد، ثم نفخ فيه الروح، كل ذلك وهو يرى ويعقل، فاستوى جالسا. فقال له الملك: كم لبث؟ قال: يوما أو بعض يوم، ولم يتم لي يوم، وذلك لأن الله أماته أول النهار ثم بعثه في آخره والشمس لم تغب. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك إذا هم على حالهما لم يتغيرا، وكذلك التين والعنب. ولما بدا على عزير وكأنه ينكر ما حدث، قال له الملك: لو أنكرت ما قلت لك فانظر إلى حمارك. فنظر عزير إلى حماره وقد بليت عظامه وصارت نخرة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابه وتشكل جسده من كل ناحية حتى ركبه الملك وعزير ينظر إليه، ثم ألبسه العروق والعصب، ثم كساه باللحم، ثم أنبت عليه الجلد والشعر، ثم نفخ فيه قائما رافعا رأسه للسماء ناهقا يظن القيامة قد قامت. فلما تبين لعزير آيات ربه
قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فأماته الله 100 عام ثم بعث. قالت اليهود عن العزير أنه ابن الله. فبعدما حدثت هذه المعجزة العظيمة للعزير وبعد مرور 100 عام ركب حماره وعاد إلى بلدته، فاستغرب الناس واستغربوه، فانطلق إلى منزله حتى أتاه، فإذا به يرى عجوزا عمياء مقعدة قد أتى عليها 120 سنة، كانت تعمل خادمة لهم، وكانت عندما خرج عزير ابنة 20 سنة، فقال لها عزير: أهذا منزل عزير؟ فقالت: نعم، وبكت، وقالت: ما رأيت أحدا منذ كذا وكذا سنة يذكر عزير، فقد نسيه الناس. قال: فإني أنا عزير، أماتني الله 100 عام ثم بعثني. قالت: سبحان الله، فإن عزير قد فقدناه منذ 100 سنة ولم نسمع له بذكر. قال: فإني أنا عزير. قالت: إن عزير كان رجلا مستجاب الدعاء، يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء، فادعو الله لي أن يرد علي بصري حتى أراك، فإن كنت عزيرا عرفتك. فدعا عزير ربه عز وجل ومسح بيديه على عينيها فصحتا، وأخذ بيديها وقال: قومي بإذن الله. فأطلق الله عز وجل رجليها فقامت صحيحة، فنظرت وقالت: أشهد أنك عزير. وانطلقت المرأة إلى بني إسرائيل وهم في مجالسهم، وكان يجلس ابن عزير وهو في سن 118 عاما، وقد أوتي بنوه شيوخا في المجلس، فنادته وقالت: هذا عزير جاءكم. فكذبوها، فقالت: أنا فلانة، دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي، ويزعم أن الله أماته 100 سنة ثم بعثه. فنهض الناس وأقبلوا عليه، فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير. وقال بنو إسرائيل: إنه لم يكن أحد فينا حفظ التوراة غير عزير، وقد حرق باختنصر التوراة، ولم يبقى ممن حفظها إلا عزير، فإن كنت هو فاتلو علينا مما كنت تحفظ. فقام ولحقوا به إلى الموضع الذي دفن أبوه فيه التوراة عند هجوم باختنصر، فأخرجها وكانت ملفوفة بخرقة، فتعفن بعض ورقها، وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله يتابعون ما سيتلو. وتلا عزير التوراة ولم يترك آية منها، ولم يحرف جزءا ولم ينقص حرفا. عند ذلك أقبلوا عليه مصدقين وصافحوه يتباركون به، ولكن لجهلهم لم يزدادوا إيمانا، بل كفروا وقالوا: عزير ابن الله، والعياذ بالله تعالى. وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقيل في مكان موت عزير عليه السلام أنه مات في قرية تعرف بسير باز، واختلف في أي البلاد تقع هذه القرية، فقيل في العراق، وقيل في فلسطين. ففي مدينة العزارية شرق القدس هناك قبرا يعتقد أنه للعزير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.